بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم أجمل الترحيب وأجمل التحية والاحترام في ميدان التحدي الذي يشهد فعاليات سباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم الذي يسبق يوم الختام. مشاهدينا الكرام، 10 أشواط في هذا المساء، مساء الذلل الأصايل والزمول من 8 كيلومترات في أشواط المفتوحة التي خصصت لأشواط أصحاب السمو والأمراء والشيوخ. 8 كيلومترات على البركة نسير. شوطنا السادس ينطلق في تحدياته وبمنافساته وبشعاراته الكبيرة. دعونا ننطلق إلى مقدمة الشوط والمركز الأول. مشاهدينا الأعزاء، في هذه اللحظات الشوط السادس تعلن انطلاقته قبل دقيقة ونصف من انطلاقة هذا الشوط. مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات والمركز الأول، وهو برق على مقدمة هذا الشوط. برق تعود ملكية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. برق هذا الاسم الكبير، برق الاسم التاريخي، يتقدم في هذه اللحظات المركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظات اللي هو عجيب عجيب، تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد. الفوز الخامس والانتصار الخامس والنقطة الخامسة والشعار العنابي يضيفها في مساء هذا اليوم مع المشاغب بعدما أضافوها مع الذهبي. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا الانطلاق، هذا العرض ما بين الزمول، هذا هو برق، هذا هو برق. مشكور يا العطية، مشكور يا المشاغب، اهدي السلام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على هذا الفوز والانتصار. تهانينا للمشاغب محمد بن خالد العطية، تهانينا والناموس. المركز الثاني في هذه اللحظات، من وصل ثانيا اللي هو عجيب لسمو الشيخ محمد بن دياب السيف آل نهيان. في المركز الثالث مشكور لهجن الرئاسة. في المركز الرابع عجيب لسمو الشيخ محمد بن دياب السيف آل نهيان. في المركز الخامس نجد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. تهانينا والناموس لمطر بن لاحق الهاجري على حصوله على المركز الخامس. مشاهدينا الأعزاء، شاهدتم البرق وهو ينطلق في هذا المساء. تهانينا لهم جميعا، وتهانينا لمالك شعار العنابي سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وللمشاغب الذي أدى العرض الممتاز. ومشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات التوقيت الزمني لحظة الوصول 13 دقيقة 9 ثواني 46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني في هذه اللحظات، المركز الثاني كان عجيب، توقيت 13 دقيقة 15 ثانية 14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان. المركز الثالث مشكور لهجن الرئاسة، تابع يا يونس الجهني في هذه اللحظات مع المركز الثالث، مشكور لهجن الرئاسة، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 15 ثانية 34 جزء